نعم، احنا بمحاضرة اليوم ما راح نعطيكم شيء مكثف، ما راح نعطي شيء جديد عن اللي اخذناه بالثيرمو. تقريبا نفس المحاضرات الاولى بالثيرمو، راح نعطيها بالفلويد. راح نعطي تمهيد فقط لمجموعة من المصطلحات اللي تحتاجوها ممكن بهذا الكورس، وبعد ذلك ان شاء الله راح نخوض بتفاصيل الكورس اكثر واكثر. راح اسوي بريزنت ويندو. نعم، السلايدات الآن واضحة أمامكم على الشاشة طلاب؟ نعم واضح استاذ. تمام. تمام. إن شاء الله اليوم راح نبدي معاكم كورس جديد اللي هو الفلويد ميكانيكس، المحاضرة الأولى اللي راح تكون مقدمة فقط عن الفلويد ميكانيك. طبعا هذا الكورس، هذا الكورس راح يغطي ميكانيك. نعم، ما أعرف، بس أمسح التسجيل القديم إذا ممكن. لحظات، نعم، السلايد واضح أمامكم الآن طلاب. نعم هذا حصل. زين، فبهذا الكورس راح ناخذ مقدمة أو مواضيع عامة عن الفلويد ميكانيكس. ما راح نخوض بتفاصيل الفلويد ميكانيكس و الديفرنشال ايكويشن الكثيره اللي موجوده بهذا هذا الكورس. طبعا احنا راح نحاول نوجه هذا الكورس قدر الامكان باتجاه النظم والسيطره. ماده الفلويد ميكانكس مثل ما تعرفون انه هي تدرس في قسم هندسه الميكانيك، فطلاب الهندسه الميكانيكيه يحتاجون هذا الكورس اكثر من طلاب النظم والسيطره. لهذا انا حاولت قدر الامكان انه نخلي هذا الكورس متمحور حول النظم والسيطره، يعني المواضيع اللي راح تفيدكم ان شاء الله بالنظم والسيطره اللي راح نركز عليها اكثر. المواضيع اللي تخص الميكانيك راح نمر عليها مرور الكرام، ما راح نتعمق بها ان شاء الله. فراح ناخذ فقط فاندمنتال اسبيكتس، مفاهيم عامه عن الموضوع، ما راح نخوض بتفاصيله الدقيقه. وبنهايه هذا الكورس راح نعطيكم ان شاء الله ما يفيدكم بالنظم والسيطره بعد ما تكون عندكم فكره اساسيه عن الفلويد ميكانيكس. راح ناخذ ان شاء الله النيوماتيك والهيدروليك سيستم اللي هو مهم جدا بالنسبه لطالب النظم والسيطره، وكيف يتحكم بها وكيف ممكن ايضا نربطها مع المتحكمات. راح نعطيكم فقط نبذه مختصره عنها ان شاء الله بنهايه هذا الكورس، ولكن بالبدايه ايضا نحتاج نوضح بعض المفاهيم عن الفلويد ميكانيكس قبل ما نخوض بتفاصيل هذا الكورس. فلذلك الكورس قسمناه إلى عدة أجزاء. الجزء الأول راح يكون محاضرة اليوم اللي هو introduction عامة عن الـ property of fluids والـ ideal gas law. أعتقد أغلبها ما أخذناها بالـ thermodynamics، ولكن راح نعمل refresh لمعلوماتكم أيضا بهاي المحاضرة. بعد ذلك الكورس راح يقسم إلى three major topics، ثلاث تقسيمات أساسية. الأولى هي الفلويد ستاتيك، لما يكون عندي الفلويد في حالة سكون كيف أتعامل معه، وراح ناخذ مجموعة من القوانين، الباسكال لو، الهيدروستاتيك بريشر لو. بعد ذلك راح ناخذ الميجرمنت اوف بريشر، طريقة قياس الضغط، و الهيدروستاتيك فورس اون سبميرجد سيرفيس، كيف احسب القوه المسلطه على الاجسام المغموره، سواء عندك بوابه سد او خزان وتريد تحسب القوه المسلطه على جدران هذا الخزان، فراح يتم حسابها من خلال المعادلات اللي راح نشتقها ان شاء الله في هذا الكورس. الجزء الثاني لما يكون عندي فلويد داينامكس، طبعا هناك ذكرت كلمه elementary يعني ابتدائي، فلذلك ما راح ناخذ تفاصيل معقدة عن الفلويد داينامكس. طبعا الفلويد داينامكس جدا معقد، أطاريح دكتوراه تخصص لهذا الموضوع، ولكن احنا راح ناخذ الاليمنتري فقط، الأساسيات لهذه الفلويد داينامكس، وراح نتطرق إلى النيوتن سكند لو اوف موشن، البرنول ايكويشن بشكل أساسي، الكونتينيوتي ايكويشن، وبعض الابليكيشن على البرنول ايكويشن إن شاء الله.
الجزء الثالث اللي هو المهم جدا بهذا الكورس واللي يخص تخصصكم انتم النظم والسيطرة، اللي هو النيوماتيك اند هيدروليك سيستم. من اهم الاكتويترز اللي موجودة بكثير من المصانع والمعامل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، آبار النفط. كثير من الاكتويترز اللي موجودة هي نيوماتيك وهيدروليك. فانت ككنترول انجينير حتى تسيطر على هذه السيستمز لازم انه تعرف مبدأ عمل هذا السيستم، كيف يشتغل هذا السيستم حتى اقدر اسيطر عليه. تمام؟ فهنا راح يتمحور الكورس مالتنا بشكل اساسي حول هذه المواضيع، شنو هو النيوماتيك سيستم، شنو هو الهيدروليك سيستم، الابليكيشن لهذه السيستم وطرق الديزاين، وايضا اذا بقى وقت ان شاء الله بهذا الكورس راح نشوفكم بعض السيميوليشن بروجرام، برامج خاصه ممكن تربط وتصمم بها نظام نيوماتيك وهيدروليك وكيف تسيطر عليه باستخدام الريليز او البي ال سي. هاي راح يكون. عفوا استاذ، نعم استاذ يمكن السلايدات ما عاد تتقلب؟ سلايدات ما عاد تقلب، ليش؟ احنا يمنا السلايد الثاني ظاهر لحد الان، هسه تحول. ايه انا كنت يم هذا السلايد، كان واضح يمكم؟ لا لا، السلايد الثاني فقط كان ظاهر هاي الفترة كلها. اوكي هنسوي شير للانتاير سكرين. فهسه السلايد الرابع او الخامس موجود امامكم، اللي يوضح النيوماتيك والهيدروليك سيستم. تمام؟ تمام استاذ. اوكي، فكلامنا كان انه اذا بقى في هذا الكورس متسع من الوقت راح نعرفكم على مجموعة من السيميليشن بروجرامز، برامج خاصة تستخدم لتصميم النيوماتيك والهيدروليك سيستم وكيف تربطها انت ككنترول انجير مع البي ال سي والريليز ومتحكمات اخرى. واضح؟ فمثل ما ذكرت انه ما اريد ننطي هذا الكورس من وجهة نظر مهندس ميكانيكي، انه اجي انطي مواضيع تخص الميكانيك بشكل بحت ويخلص 12 او 13 محاضرة وننتهي من هذا الكورس. لا، اريد انطيكم ان شاء الله مواد تفيدكم انتم ككنترول انجينيرز. طبعا الايفالويشن او طريقة التقييم لهذا الكورس هي طريقة تقليدية، عندك كويزز، الكوزات والهوموركات 10%، الاتندنس تاخذ عليه اكسترا كريدت مثل ما شفنا بالثيرموداينامك، فحضورك جدا مهم وراح تاخذ عليه 3 أو 4 درجات بنهاية هذا الكورس. عندك الميد تيرم 30، فالسعي ينجمع مع الكوزات والهوموركات مع الكيرفات اللي راح نعطيها على اساس الحضور راح يطلع من 40، والفاينل راح يكون من 60. التكست بوك او الكتب المنهجيه اللي راح نمشي عليها، اول اثنين او اول ثلاثه هي الاساسيه، اللي هو الفاندمنتال اوف فلويد ميكانكس، هذا الكتاب الاساسي اللي تقريبا اغلب المحاضرات منه، اللي لي مونسون الاصدار الرابع، وايضا نعتمد على الكتب اللي موجوده امامكم على الشاشه. واضح السلايد التكست بوك امامكم؟ نعم والله أستاذ. اوكي، فلو نجي وننطي introduction للفلويد ميكانيكس. الفلويد ميكانيكس يهتم بالبيهيفير للفلويد، الطريقة اللي يتصرف بها الفلويد السائل أو الغاز. بالثيرموداينامكس إذا تتذكرون كان يهمنا البروسيس أكثر مما يهمنا السائل نفسه. البروسيس اللي موجودة عندي شنو نوع البروسيس وشنو التغيرات اللي موجودة عندي خلال هذه البروسيس. بالفلويد ميكانيكس لا، راح نتعامل مع الفلويد والتأثيرات أو التغيرات اللي يعملها هذا الفلويد مع فلويد آخر أو مع سطح موجود مع بجانب هذا الفلويد. فاللي يهمنا بالفلويد ميكانيكس هو البيهيفير للفلويد أكثر ما كان يهمنا البروسيس نفسها الثيرموداينامكس. ومصطلح الفلويد يطلق على كل مادة سواء كانت سائل أو غاز، وممكن يكون ليكويد
مثل الووتر او الميركوري او الاويل او الفيول، وممكن يكون غاز مثل الهواء او الغازات الاخرى اللي موجوده عندنا. فكلمه فلويد هي كلمه شاسعه تشمل الليكويد والغازات في وقت واحد. طبعا لو احنا ردنا نميز بين السوليد والليكويد، تذكرون في محاضرات الثيرموديناميك السابقة شوفناكم انه السوليد الجزيئات تكون مرتبطة مع بعضها بأواصر ومرتبة بشكل 3D. الليكويد هذه الأواصر تتكسر والجزيئات يكون بيناتها سبيسينج أكثر ومرتبة بشكل عشوائي، يعني غير منتظمة الترتيب. هذه من وجهة نظر مايكروسكوبيك بيرسبكتيف، لو تحطها تحت المجهر وتراقبها. الفلويد ميكانيكس إلى تصنيف ثاني أو آخر للسوليد والليكويد. السوليد بالفلويد ميكانيكس هو كل مادة بعد ما تسلط عليها ديفورميشن يصير بيها استطالة أو يصير بيها انكماش. فالفلويد السوليد بالفلويد ميكانيكس هو المواد اللي إذا سلط عليها ستريس راح يصير بيها استطالة أو انكماش. الليكويد هو المادة اللي إذا سلطت عليها ستريس أو سلطت عليها ضغط راح يصير عندك فلو، فراح يصير عندك فلو نتيجة هذا الستريس. فإذا كان عندي فلو فهو ليكويد، إذا كان عندك ديفورميشن سواء استطالة أو انكماش فهو سوليد. طبعا مجالات الفلويد ميكانيكس مجالات واسعة، ولكن ممكن نجزئها أو نقسمها لثلاث أقسام أساسية. الأول هو الهايدروداينامكس، كل ما يتعلق بالهايدرو باور. شنو هو الهايدرو باور طلاب؟ من يعرف شنو هو الهايدرو باور؟ العفو أستاذ. نعم. الطاقة الهيدروجينية. لا، الهايدرو، الهايدرو جاي من كلمة ووتر، الباور اللي يجيني من ضغط السائل بشكل عام والووتر بشكل خاص، كل الباور اللي يجيني من السدود وغيرها هذا هو الهايدرو باور. فإحدى تطبيقات فلويد ميكانيكس أو إحدى الكاتيجوريز اللي تخص الفلويد ميكانيك هي الهايدرو باور. السدود والطاقة التوليدية للسدود والقوة المسلطة على بوابة السد والضغط الموجود على جدار السد حسب ارتفاع السائل، كل هذه الأمور وكل هذه الحسابات يتم عن طريق الهايدرو داينامكس، جزء الهايدرو داينامكس. الايروداينامكس شنو طلاب؟ من يعرف شنو الايروداينامكس؟ الطاقة الهوائية اللي تجي مثلا من المراوح. نعم، يدخل بهذا المجال طاقة الرياح بشكل عام، الايروداينامكس اللي تدخل بالرينيوبل انرجي او التوربينات الهوائية، هذا احد التطبيقات. ايضا الايروداينامكس اذا سامعين به بمجال السيارات، كثير من السيارات لو تلاحظ انه السيارات القديمه كانت سيارات غير كفؤه، احد الاسباب، مو سبب الاساسي وحده، احد الاسباب هو الايروداينامكس للسياره. شنو هو الايروداينامكس للسياره؟ اعاقه الهواء لتصميمها ما انسيابي. بالضبط، السيارات القديمة كانت إذا تشوفوها عادة تكون شكلها مربع أو مستطيل، ما بيها كيرفز، يعني كل الجهات زوايا حادة وليس زوايا كيرفتشر. فبالتالي لما تمشي سيارة راح يصير عندك فد اير دراج، قوة إعاقة من الهواء، فهنا راح يصير عندك لوسز بالباور. فلذلك السيارات القديمة كانت غير كفوة. مع تطور التكنولوجيا ومع تطور برامج السيميليشن الكثيرة، بإمكان حالياً مهندسي الديزاين أنه يسوي إمبورت للديزاين مال سيارة إلى أحد برامج السيميليشن
ويختبر الايروداينامكس لهذه السياره، ويشوف انه هل هذه السياره تشتت الهواء بطريقه جيده بحيث انه الكيرفز اللي موجوده بتصميم السياره ما تاثر على اندفاع السياره نحو الامام، وبالتالي انه ما يصير عندي لوسس كبيره بالباور. فالايروداينامكس يدخل بهذا المجال. الغاز داينامكس كل اللي يحدث داخل الغاز توربين من توجيه للغازات من الكمبريسر الى الكومبشن شامبر الى التوربين يدخل في مجال الغاز داينامكس. فعرفنا شنو هي المجالات الثلاثه الاساسيه اللي موجوده بالفلويد ميكانكس. طلاب اكو استفسار او سؤال عليها قبل ما نعبر للسلايد اللي بعده؟ واضح. البروبرتي اوف فلويدز اخذناها بالثيرمودينامكس، راح نمر عليها بشكل سريع بالفلويد ميكانكس ايضا. البروبرتي الاولى اللي هي الدنسيتي او الكثافه، وذكرنا انه هي الريشيو النسبه بين الكتله على الفوليوم، والوحده الاساسيه هي الكيلوغرام على المتر تكعيب. وشوفناكم انه الدنسيتي اللي ستاندر فلويد هو الوتر بالنسبه للليكويد، وقيمتها 1000 كيلوغرام على المتر مكعب. طبعا الدنسيتي تتاثر بتغير التمبرتشر والبريشر، لكن التغير بالنسبه للليكويد جدا قليل، لذلك يمكن اهماله. يعني الحراره والضغط ما تاثر على الدنسيتي مال الليكويد بشكل كبير، على العكس من الليكويد بالنسبه للغازات عندنا تأثير كبير وتتأثر بشكل كبير بتغير البريشر والتمبرشر. ليش؟ لأن احنا الليكويد دائما عندنا الكتلة ثابتة، اللي يتغير عندي شنو؟ الفوليوم. الليكويد يعتبر incompressible، غير قابل للانضغاط، فبالتالي مهما زادت قيمة البريشر راح يبقى الفوليوم تقريبا ثابت، فبالتالي الدنسيتي ثابتة. بالنسبة للغازات، الغازات هي compressible، قابلة للانضغاط، فبالتالي إذا زيدنا الضغط راح يقل الفوليوم وبالتالي تزيد الدنسيتي. فهنا التمبرتشر والبريشر تأثيرها قليل على الدنسيتي مال الليكويد، تأثيرها كبير ويجب أخذه بنظر الاعتبار بالنسبة للغازات. هذا التشارت يبين لي أنه أنا لو الدنسيتي مال واتر ذكرناه قيمة ألف، لو مهما زيدنا درجة الحرارة راح يبقى قريب من الألف، فتأثيره على الدنسيتي جدا قليلة. على العكس من ذلك تلاحظ انه بالغازات لما نزيد درجة الحرارة ممكن نعم طلاب اسف الانترنت حدث بي انقطاع يمي، اعتذر. نعم السلايدات واضحة امامكم الان؟ نعم واضحة استاذ. اوكي، فمثل ما ذكرنا انه الدنسيتي للغازات تتاثر بتغير درجه الحراره والضغط، الدنسيتي للليكويد تاثيرها يكون قليل. البروبرتي الثانيه اللي راح ناخذها اللي هي السبيسيفيك ويت. السبيسيفيك ويت هو الريشيو بين الوزن الويت اوف ذا فلويد على الفوليوم، فيرمز لها برمز جاما اللي هي الدبليو اوفر فوليوم. لو جينا اخذنا الدبليو هو الماس في التعجيل الارضي، الماس اوفر فوليوم هو الرو دنسيتي، فالجاما بالمحصله راح تكون الرو في الجي. السبيسيفيك ويت للووتر اللي هو الستاندر فلويد مالتنا بالميكانيك الموائع، جاما ووتر هي الرو ووتر قيمتها 1000 في 9.81 ف 9810. هذا الرقم راح يتكرر كثير، ف الرو للووتر هو 1000، الجاما للووتر هو 9810. ان السبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي هو الريشيو النسبه بين الدنسيتي اوف فلويد الى الدنسيتي للووتر اللي هو الستاندر ليكويد اللي موجود عندنا، فهو رو ليكويد على الرو ووتر هو ايضا يساوي الجاما ليكويد على الجاما ووتر. طبعا هنا السبيسيفيك جرافيتي تعطيني انديكيشن عن تصور عن ثقل هذه الماده اللي انا اتعامل معها. لو كان السبيسيفيك جرافيتي أكبر من الواحد، فبالتالي هذا الليكويد اللي موجود هو أثقل من الماء. لو كان السبيسيفيك جرافيتي أصغر من الواحد، معناها إنه هذا الليكويد الموجود أخف من
الماء. واضح طلاب؟ فهنا عندي ال specific gravity إذا كان أكبر من واحد أو أصغر من واحد، مهم جدا حتى أعرف إنه الليكويد اللي أتعامل معه أثقل أو أخف من الماء. عندي ال specific volume ال new، هذا أخذناه بالثيرموديناميك اللي هو معكوس ال density واحد على الرو، فهو ال volume fluid على ال mass of the fluid. هنا عندي مثال على ال property of the fluid. عندي 200 لتر وزنها 180 كيلوغرام لأويل معين، فيريد من عندي أحسب كل البروبرتي الموجودة. فنبدي بالدنسيتي. الدنسيتي هي الكتلة على الفوليوم. الكتلة 180، الفوليوم 200 لتر، أحوله للمتر كيوب فراح يطلع عندي 0.2، فتطلع عندي الناتج 900 كيلوغرام على المتر مكعب. حتى أحسب الجاما specific weight هي الرو في تعجيل ارضي، الرو 900 حسبناها لتعجيل ارضي 9.81، يطلع عندي 8829 نيوتن على المتر مكعب. اخر شيء سبيسيفيك جرافيتي 0.9، فهل هذا الليكويد اخف ام اثقل من الماء طلاب؟ اخف. طلاب هذا الليكويد اخف او اثقل؟ اخف. ليش؟ اخف استاذ، الناتج اقل من واحد. نعم، لان السبيسيفيك جرافيتي اللي هي 0.9 اقل من الواحد، فبالتالي هذا اخف من الماء. بنفس الطريقه عندي مثال اخر، الدنسيتي سبيسيفيك ويت الوزن ل 1 لتر اوف بترول، السبيسيفيك جرافيتي مالته 0.7. هنا منطيني السبيسيفيك جرافيتي، فانا اعرف انه السبيسيفيك جرافيتي هي الجاما ليكويد على الجاما ووتر. الجاما ليكويد هي سبيسيفيك جرافيتي في الجاما ووتر 0.7 في 9810، راح يطلع عندي مباشره السبيسيفيك ويت. اقدر بنفس الطريقه اقول السبيسيفيك جرافيتي هي الرو ليكويد على الرو ووتر، والرو ووتر الف، واطلع الجاما، واقدر اوجد من خلالها الدنسيتي. تمام. يريد الويت، الويت الجام سبيسيفيك ويت هو الويت اوفر فوليوم، فالويت هو الجاما في الفوليوم. الجاما 6867، الفوليوم 1 لتر، 1 بالالف لما احولها على المتر مكعب، فيطلع عندي 6.867. واضح؟ الدنسيتي ما كنا حسبناها، تقدرون تحسبوها بنفس هاي الطريقه. سبيسيفيك جرافيتي يساوي الرو ليكويد على الرو ووتر، فيطلع 700. بروبرتيز اخرى للليكويد اللي هي الكومبريسابيلتي، قابليه الانضغاط. هذه الخاصيه تبين لك مدى قابليه هذا الفلويد اللي موجود عندك على الانضغاط، هل هو قابل للانضغاط ام غير قابل للانضغاط. بشكل عام مثل ما ذكرنا انه الغازات هي كومبريسابل، قابل للانضغاط. الليكويدز ممكن اعتباره انكومبريسابل، غير قابل للانضغاط. فعلى سبيل المثال لو وصلت 220 بار، يعني هاي القيمة جدا كبيرة من الضغط، على 1 لتر من الماء unit volume of water، فراح ينقص الحجم مالته بمقدار 1%. يعني هذا الفوليوم اللي كان 1 لتر بعد ما وصلت عليه 220 بار راح يكون 0.99 لتر. فلذلك الليكويد ممكن اعتبارها incompressible أو غير قابلة للانضغاط. على العكس من ذلك طبعا لو وصلت 220 بار على نوع معين من الغازات على الهواء أو غيره، طبعا هذا رقم جدا كبير وغير معقول، ممكن أنه الضغط راح الحجم راح ينزل عندك بآلاف أو مئات المرات. الخاصية اللي نحسب من خلالها الكومبريسابيلتي تعرف بالبولك موديول. فالبولك موديول هو الخاصية اللي من خلالها نقيس الكومبريسابيلتي. فالبولك موديول هو البريشر تشينج على الفوليومتريك سترين، التغير بالفوليوم على الفوليوم الاصلي. ونلاحظ اكو اشارة سالبة بداية القانون. ليش؟ لان انه التغير بالبريشر شنو السبب طلاب؟ ليش القانون يحتوي على اشارة سالبة هنا؟
شنو سبب انه القانون يحتوي على هاي الاشاره السالبه؟ انه الكومبريسابيلتي هي واحد على البولك موديول. البولك موديول يساوي لي البريشر تشينج على الفوليومتريك سترين اللي يتغير بالفوليوم على الفوليوم الرئيسي. عفوا استاذ. نعم. لان يمكن الزياده بالضغط حتى ولد لي نقصان بالحجم. لذلك راح تكون الاشاره سالبه يعني. دائما راح تكون قيمه سالبه. بالضبط. يمكن؟ نعم. لو زيدنا الضغط الدلتا بي راح تكون شنو؟ موجبه. ولكن الحجم راح يقل، فبالتالي في 2 راح تكون اقل من في 1، فدلتا في راح تكون سالبه. فناتج القسمة هذا راح يكون سالب. فحتى أوجد الناتج ويكون موجب، حتى الكمبريسابيلتي تطلع موجب، فوضعنا إن إشارة سالبة في بداية القانون. ليش؟ لأن زيادة الضغط سبب لي نقصان بالحجم، فبالتالي دلتا بي على الدلتا في أوفر في، حتى المحصلة النهائية لهذا القانون تكون موجبة، وضعنا هاي الإشارة السالبة. ليش؟ لأن زيادة بالضغط تسبب لي نقصان بالحجم. اوكي، فالكومبريسابيلتي هي واحد على البولك موديول. فاذا البولك موديول صغير معناها انه هذا الغاز قابل للانضغاط. ليش؟ لان هي واحد على البولك موديول. اذا البولك موديول كبيره فهذا الغاز غير قابل للانضغاط. واضح طلاب؟ قانون اخير نذكركم به ايضا اخذناه بالثيرموديناميك اللي هو الايدل غاز لو، ال PV equal MRT، القانون اللي يربط لي بين البريشر والفوليوم والتمبريتشر، او ال P تساوي لي رو RT لو نقسم الطرفين على شنو؟ على الكتلة، عفوا على الفوليوم. PV equal MRT لو اقسم الطرفين على الفوليوم، هاي جهة اليسار راح يبقى فقط البريشر، جهة اليمين الماس اوفر يونت فوليوم هي الرو او الدنسيتي. مثل ما ذكرنا لكم انه ال P هو الابسوليوت، الجيز زائد الاتموسفير بريشر. التمبريتشر ايضا هي الابسوليوت تمبريتشر اللي هي سي دي زائد 273. الام هي الماس، رو هي الدنسيتي، والار هو الغاز كونستانت ثابت للهواء قيمته 287. هذا القانون اخذناه اذا تذكرون بالثيرموديناميك، فقط ريفرش لمعلوماتكم اللي راح نحتاجه بالمحاضرات القادمه، فيكون ريفرنس لكم هنا بهذه المحاضره. طبعا المثال اعتقد ماخذيه سابقا او ماخذين امثله على شاكلته بالثيرموديناميك. عندي كومبريسد اير تانك يحتوي على فوليوم 0.3 متر مكعب. الهواء اللي موجود عندي ضغطه الجيج بريشر مالته 0.2، ويريد من عندي الدنسيتي، يريد من عندي سبيسيفيك ويت اند ذا ويت اوف ذا اير ان ذا تانك، ويفرض انه التمبريتشر 30 درجه سيليزيه والاتموسفير بريشر 101.3. فهنا منطيك تانك، منطيك الحجم مالته، ومنطيك الجيج بريشر، ومنطيك التمبريتشر، ويريد من عندك الدنسيتي. فالقانون الوحيد اللي يوجد لك الدنسيتي من البريشر والتمبريتشر هو منه؟ هو الايديال غاز لو. فالبي هي رو ار تي، فالرو هي البي على ار تي. البريشر عندي 200 كيلو باسكال او 0.2 ميجا باسكال زائد 101.3 كيلو باسكال اللي هو الاتموسفير، فهنا حولته على ابسوليوت. الار هي 287، التي هي 30 سيليزي راح اضيف لها 273 حتى تحول الى شنو؟ الى كلفن. راح يطلع عندي 3.46 كيلو غرام على المتر المكعب. الجاما هي الرو في الجي، رو وجدناها 3.46 جي، التعجيل الارضي 9.81، فراح يطلع عندي 33.99 نيوتن على المتر المكعب. الويت هو الجاما في الفوليوم، راح يطلع عندي 10.2 نيوتن. واضح طلاب؟ تطبيق مباشر للقوانين اللي اخذناها قبل شوي. مثل ما ذكرت لكم الى هذا الحد المحاضره تنتهي. محاضره اليوم فقط محاضره توضيحية، تمهيد لما راح ناخذه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. إذا عندكم سؤال أو استفسار حتى نجاوبكم قبل ما ننهي. عفوا أستاذ، أخذت الحضور؟ الحضور راح
انا البرنامج مشغله حاليا ومنزل بيه اسماءكم، اذا كان بيه مشكله راح انزل لكم جوجل فورم ان شاء الله او كويشن على جوجل كلاس، وايضا اخذته من الفيديو حاليا. تمام استاذ، يا ريت استاذ تكون فورم على الفورم احسن. والله البرنامج افضل لانه يوضح كل طالب وساعات دخوله، بس اذا حدثت بيه مشكله مثل الكورس راح نرجع للفورم ان شاء الله استاذ. اوكي، بعد طلاب اكو سؤال؟ نعم، إذا ماكو سؤال نعم نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام.